أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: نريد التوجيه من فضيلتكم مما يحصل من بعض الدعاة الذين قد يقع منهم خطأ أو أغلاط تتعلق في العقيدة، ثم يحصل الرد عليهم ويسبب الفوضى، حيث يرد يحصل الرد عليهم ويسبب الفوضى. فوضى؟ نعم. إيه؟ وهل يجوز الرد عليهم أم يتولى ذلك طلاب علم مستقيمين معروفين بالعلم؟ كما ذكرنا، الواجب لا يتولى الرد إلا أهل العلم الذين يعرفون كيف يردون وكيف يدفعون الشبه، ومتى يناسب الرد ومتى لا يناسب، هذا راجع لأهل العلم. فالواجب على الإخوان جزاهم الله خيرا واللي عندهم غيرة لهذا الدين وحرص على بيان الحق، إذا كان ما عندهم مقدرة، أن يرفعوا هذا الأمر إلى العلماء، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.